بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حال امتحان مصر 2009 الدور الأول. السؤال الأولاني: أذكر استخداما واحدا لكل من المقاوم الكهربي للتوصيل مع ملف الجلفان الحساس والملف المتحرك على التوالي. الاستخدام بتاعها زيادة مقاومة الجهاز الكلي حتى لا يسحب قدرا كبيرا من التيار الكهربي، أو لا يحدث تغير ملحوظ في فرق الجهد المراد قياسه، أو زيادة مدى قياس فرق الجهد. أي إجابة صحيحة؟ 2. المحول الكهربي. يستخدم المحول الكهربي في نقل الطاقة الكهربية من محطات توليدها إلى أماكن توزيعها دون فقد في الطاقة أو رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربية EMF المترددة. 3. الأنبوبة ذات الشوبتين. تستخدم في تعيين كثافة سائل أو الكثافة أو تعيين الكثافة النسبي. 4. المجالات الكهربية أو المجالات المغناطيسية في أنبوبة الكاثود. تعمل على توجيه حزمة إلكترونات أو ريستارت لمسح الشاشة نقطة بنقطة حتى تكتمل الصورة. السؤال ده يعتبر سؤال تذكر. أنا ممكن ألم الأسئلة اللي زي دي كل فصل، إن ألم أعمل جدول فيه الأداة واستخدامها أو الجهاز استخدامه. كل فصل أعمل منه ورقة في الإسكاب أستريح منهم خالص. دي أسئلة تذكر. التجربة دي أسئلة تذكر، طبعا معروف إنه الغازات بتيجي منها أسئلة تجارب. مثال للسؤال ده: اشرح مع الرسم تجربة عملية توضح أنه عند ثبوت الحجم فإن الضغوط المتساوية للغازات المختلفة تزداد بنفس المقدار عند ارتفاع درجة حرارتها بمقادير متساوية. الخطوات: عندما يكون سطح الزئبق في الفرعين في مستوى واحد عند العلامة X، يكون ضغط الهواء المحبوس يساوي الضغط الجوي بـ A، ونعين درجة الحرارة T1. عندما يغمر الدورق في حوض به ماء ساخن ينخفض الزئبق في الفرع القصير ويرتفع في الفرع الكبير، لأنه حجم الهواء هيزيد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي هينزل الزئبق على العلامة X. عملية: أصب الزئبق في الفراغ الطويل حتى يعود العلامة X في الفرع القصير. 4. نعين ضغط الهواء اللي هو بـ A زائد H ودرجة حرارته T2. نوجد فرق الضغط بين اللي هو H، ونكرر العمل مع غازات مختلفة. نجد أن الضغوط المتساوية من الغازات المختلفة تزداد في الضغط بمقادير متساوية إذا رفعت درجة حرارتها بنفس المقدار مع ثبوت الحجم. جيم مسألة، والمسألة دي طبعا مهارة حفظ القوانين ومهارات رياضية. مكبس هيدروليكي قطر مكبسه الصغير 10 سنتي، وتؤثر عليه قوى مقدارها 800 نيوتن، وقطر مكبسه الكبير 100 سنتي. فإذا علمت أن عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر على سنتي تربيع، وأن باي 3.14 مم، أوجد أكبر كتلة يمكن رفعها بواسطة المكبس الكبير. الضغط الواقع على كل من المكبس الكبير والمكبس الصغير. أنا عندي في المسألة نصف القطر المكبس الصغير اللي هو R small. عند القطر أستخدم نصف القطر وأجيب المساحة A small، وتؤثر عليها قوى مقدارها 800 نيوتن، وبيبقى سمول 800 نيوتن.
قطر المكبس الكبير 100 سنتي، احولها للمتر واقسمها على 2 عشان اجيب نصف قطر المكبس الكبير، واضربها في باي واربع القيمه عشان اجيب اي كابيتال. وانا عندي القانون ما يقول لي اف كابيتال على اف سمول تساوي اي كابيتال على اي سمول، ومنها اف كابيتال هتساوي 2500 × 80 وفي 800 × 25. الارقام جت منين؟ دي اللي هي اللي فوق ار اللي هو 50 تربيع، 50 تربيع في 10 أس سالب 4، 50 تربيع 2500، وعشرة سالب 2 اللي هتروح مع 10 أس سالب 2 في 800 × 25، 25 اللي هي نصف القدر، 5 تربيع باي ار تربيع اللي في الباي هتروح مع الباي، والعشرة سالب 2 هتروح مع 10 سالب 4 هتروح مع 10 سالب 4، هيتفضل 2500 × 25 في 800 هتساوي 80,000 نيوتن. طب انا عرفت انه يكون مع المكبس الكبير 80,000 نيوتن، طب يقدر يشيل كام؟ لا انا عندي القوة بالنيوتن، احولها لمين؟ الكيلو جرام، عشان اشوف يا اقصى قيمة يمكن ان اياه اكبر كتلة يمكن ان يرفعها، يبقى اقسم على عجلة الجاذبية، يبقى ام هتساوي اف اللي هو 80,000 نيوتن على 10 تساوي 8000 كيلو جرام. الضغط على المكبس الكبير معروف ان الضغط يساوي القوة على المساحة، القوة عبارة عن 8 × 10 أس 4 اللي هي حولنا اللي هي الاف كابيتال، 8 × 10 أس 4 على المساحة المكبس الكبير اللي هي باي ار تربيع، اللي الار ب50 × 10 أس سالب 2 كل تربيع، منها بالحاسبة وجدت انه قيمة الضغط هيساوي 1/19 × 10^5 نيوتن على المتر تربيع او باسكال. والضغط على المكبس الكبير يساوي الضغط على المكبس الكبير يساوي نفس القيمة. المسألة اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده، السؤال الثاني ده مصطلح علمي، طبعا دي أسئلة التذكر سهلة، انت المصطلحات العلمية اللي في كل فصل طبعا عامل لهم ورقة في الاسكاب، مجهز نفسك عشان ما تتلخبطش كده، يعني انت بنفسك عام طلع المصطلحات العلمية في ورقة، طلع القوانين في ورقة، الاستخدامات في ورقة، بحيث وانت تجهزك للامتحان ما تتعبش. اكتب المصطلح العلمي الذي تعبر عنه كل عبارة من العبارات التالية: المسافة بين اي نقطتين متتاليتين تتحركان بكيفية واحدة، المسافة بين نقطتين متتاليتين له نفس الطول او تتحركان بكيفية واحدة اللي هو الطول الموجب، سقوط فوتون طاقته عالية على الإلكترون حر فيقل تردد الفوتون ويتغير اتجاهه وتزداد سرعة الإلكترون ويتغير اتجاهه، ده عبارة عن تأثير كومبتون. تأثير كومبتون. ثلاثي، عدد الجزيئات أو الذرات الموجودة في مول واحد من المادة، ده اللي هو عدد أفوغادرو. القوة الممسية المؤثرة على وحدة المساحات لينتج فرق في السرعات مقدار الوحدة بين طبقتين من السائل، المسافة العمودية بينهما الوحدة، وده تعريف معامل اللزوجي. ب، ارسم فقط الدائرة التي تستخدم فيها الترانزستور كمفتاح في الوضع ON، وما هي؟ طبعا الرسم زي ما انت شايفه، ما هي الأشعة المستخدمة في دراسة تركيب البلور للمواد الصلبة؟ الأشعة المستخدمة اللي هي الأشعة السينية، وذلك لقدرتها على الحيود خلال البلورات.
ثلاثة، اذكر دون شرح خاصيتين تميزان إلى أشعة الليزر عن أشعة الضوء العادي. النقاء الطيفي والترابط وتوازي الحزم الضوئي أو أي خاصيتين أخرى. جيم وتر طوله 2 متر وكتلته 150 جرام، مشدود بقوة مقدارها 75 كيلو جرام ويت. يهتز بحيث تكونت فيه موجتان ونصف من الموجات الموقوفة. احسب تردد النغمة الصادرة من الوتر. 2، قيمة الشد في الوتر حتى يصدر نغمة ترددها ضعف التردد السابق. علما بأن عجلة الجاذبية 10 متر للسنة لكل سنة تربيع. أنا عندي القانون يقول نيو تساوي إن على 2L جذر اف تي على ام، والان ده هو عدد القطاعات، وعدد القطاعات كل موجه ضعف، وعدد القطاعات هو ضعف عدد الموجات. انا عندي اللي هو رتبه النغمه، يعني الان عد الموجات موجتين ونصف اضربها في 2 واجيب منها عدد القطاعات اللي هو ان، يبقى 2.5 في 2 بـ5. عندي الطول بـ2 متر، اللي بـ2 متر. طيب قوة الشد بكام؟ 75، بس هو مديهاني كيلو جرام ويت، يبقى لازم اضربها في مين؟ اضربها في عجلة الزبية اللي هي 10. طيب الام اللي في المقام دي عبارة عن كتلة وحدة الاطوال، اللي هي عبارة عن حاصل قسمة كتلة الوتر على طوله. طب كتلة الوتر بكام؟ ب150 في 10 سالب 3 عشان احول للكيلو جرام. ومقام المقام على 2 مقام المقام وقبست. ومنها اجد انه التردد هيساوي 125 هرتز. وانا عندي القانون بيقول لي انه قوة الشد هتتناسب طرديا مع جذر قوة الشد هيتناسب طرديا مع تردد النغمة. يعني نيو 1 على نيو 2 تساوي جذر اف تي 1 على جذر اف تي 2. لو كان التردد نغمة ضعف يبقى نيو 1 ب125 والضعف 250. في الأولانية كان قوة الشد ب750، يبقى قوة الشد في الحالة التانية هتكون كام؟ وسطي ربع وسطين في طرفين، هلقى انه اف تي 2 هتساوي 3000 نيوتن. طبعا اخد بالي انه اول حاجة كتلة وحدة الاطوال هتساوي كتلة الوتر على طوله، والكتلة لازم احولها للكيلوجرام. برضه لو اداني بالكيلوجرام ويت لازم احولها الى اضربها في عجلة جاذبية عشان احولها للنيوتن. برضو عدد القطاعات أو رتبة النغمة هيساوي ضعف عدد الموجات الموقوفة. السؤال الثالث بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقباس. الخطوط السوداء التي تظهر في الطيف الشمسي تعتبر طيف امتصاص. التغير في كتلة في كمية تحرك الجزيء الخطية لكل تصادم مرن مع جدران الإناء الحاوي في اتجاه إكس هيساوي سالب اتنين ام في إكس، لأنه هيروح ب ام في إكس ويرجع ب ام في إكس، والدلتا هتساوي سالب 2 ام في اكس. النسبة بين كمية تحرك الفوتون وكتلته تساوي سرعة الضوء.
أنا عارف إنه كمية تحرك الفوتون اللي هي هتساوي اتش ميو على سي اتش ميو على سي، والكتلة بتاعته اتش ميو على سي تربيع. مقام المقام وكباستور هي النسبة بينهم عبارة عن مين؟ عن سرعة الضوء. في الشكل المقابل تكون زاوية رأس المنشور أقل من 45 درجة. اثبت أن زاوية الانحراف في المنشور الرقيق تعطى بالعلاقة ألفا تساوي A في N سالب 1. ارسم العلاقة البيانية بين ألفا ومعامل الانكسار N، ومن ثم أوجد ميل الخط المستقيم الناتج. الرسم البياني، هاخد N على محور السينات والألفا على محور الصادات. هلقى إنه هيتقاطع مع محور الصادات عند سالب M سالب A، والميل هيساوي طبعا هي A، والميل هيساوي A اللي هو زاوية رأس المنشور، ومن ثم أوجد ميل الخط. بما أن المنشور الرقيق دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف، فإن N تساوي ساين فاي الإثبات. بما إن هتساوي ساين إن ص إن هتساوي ساين ألفا نود زائد إيه على 2 على ساين إيه على 2، ولكن جيوب الزوايا الصغيرة تساوي قيم الزوايا بالتقدير الدائري، أي أن ساين ألفا نود زائد إيه على 2 هتساوي ألف تقريبا هتساوي ألفا نود زائد إيه على 2، وساين اي على 2 هتساوي تقريبا اي على 2، منها ان هتساوي الفا نوت زائد اي على 2. اضرب وسطين في طرفين يبقى ان اي هتساوي الفا زائد اي، هخلي اللي فيهم اي في طرف واحد يبقى الفا نوت هتساوي اي في ان سالب 1. مسألة ما يقول لك ثلاث مقاومات 20 20 و40 و60 متصلة بمصدر كهربي، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة هو 50 20 30 فولت على الترتيب، بين بالرسم كيف يمكن توصيل هذه المقاومات، ثم احسب المقاومة الكلية للدائرة. أنا عندي 50، لحساب شدة التيار يبقى في هتساوي 30 لما كانت المقاومة 20، يبقى شدة التيار كام؟ أقسم 30 على 20 ب2.5. ولما كان فرق الجهد ب20 كانت المقاومة 40، يبقى شدة التيار بنص. ولما كان فرق الجهد ب30 كانت المقاومة ب60، يبقى برضو هي بنص. يبقى المقاومتين اللي هما نص دول متصلين على على التوالي، لأن شدة التيار فيهم يا ثابتة. بما أن المقاومتان 40 و60 يمر فيهما نفس التيار فهما على التوالي، وبما أن المقاومة 20 فرق جهدها يساوي مجموع فرق جهد المقاومتين السابقتين فهي معهما توازن. يبقى R1 هتساوي 40 زائد 60 يساوي 100، و R الكلي هتساوي 100 في 100 اللي هي مجموع المقامتين اللي فوق على حصل ضربهم 120 على 100 زائد 20 هتساوي 16
و67 من 100 أوم. السؤال الرابع: ما المقصود بحالة الإسكان العكسي في الوسط الفعال لإنتاج الليزر؟ هي الحالة التي يكون فيها عدد الذرات في مستويات الإسارة العليا أكبر من عددها في مستويات الإسارة الدنيا. 2. دالة الشغل للسطح، هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح المعدن. 3. المسافة بين القاع الأول والقمة الثالثة في موجة تساوي 15 سنتي، دي معناها القمة الأولى والقمة الثانية دون موجة، والقاع الأول والقاع الثاني دون موجة، القاع الأول والقاع الثاني والقاع الثالث دون موجة، لكن هو جايب لك القمة الثالثة، يبقى دول موجي ونصف، أي أن طول موجي يساوي 10 سنتي، أو أن طول موجة ونصف يساوي 15 سنتي. 4. الموجة الموقوفة هي تراكم حركتين موجتين لهما نفس الساعة والتردد وينتشران في اتجاهين متضادين. به قارن بين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري وعند نقطة على محور ملف لولبي من حيث علاقته بنصف قطر اللفات. عند مركز ملف دائري تتناسب كثافة الفيض عكسيا مع نصف القطر، أو أن B تساوي ميو إن آي على 2 آر. أما عند نقطة على محور ملف لولبي لا توقف كثافة الفيض على عند أي نقطة على نصف القطر، أو أن بي تساوي ميو آي إن على إن. 2. قيمة الطول الموجي للفوتون الناتج عند انتقال الإلكترون من ما لا نهاية في كل من مجموعتي بالمر وليمان. في متسلسلة بالمر الطول الموجي أكبر لأن الإلكترون يعود إلى المستوى الثاني. في متسلسلة ليمان الطول الموجي أقل من مجموعة بالمر لأن الإلكترون يعود إلى المستوى الأول. 3. العملية الأيزو سرمية والعملية الأديباتية من حيث التبادل الحراري للنظام مع الوسط المحيط. العملية الأيزوثيرمية يكون الغاز في حال اتزان حراري مع الوسط المحيط أو دلتا يو تساوي صفر أو يحدث تبادل حراري. العملية الأديباتية يكون الغاز معزولا تماما عن الوسط المحيط، أي أن دلتا كيو تساوي صفر أو لا يحدث تبادل حراري. ملف مستطيل أبعاده 20×10 وعدد لفاته 200 لفة، موضوع في مجال مغناطيسي منتصب، كثافة فيضه 4×10 تسلا، ومن ربيع تيار شدته 3 أمبير. احسب عزم الازدواج المؤثر على الملف في الحالات الآتية. احسب عزم الازدواج المؤثر على الملف في الحالتين الآتيتين: أولا عندما يميل مستوى الملف على اتجاه المجال بزاوية مقدارها 60 درجة. في هذه الحالة سيتا تساوي 30. القانون بيقول لي تاو تساوي بي اي ال بي اي ان اي ساين سيتا، بي ب4×10، اي ب3 امبير، اي اللي هو الطول في العرض، 20×10 في 10 اس ب4 عشان حولت من السنتي للمتر، ان ب200،
ساين ثيتا ب 30، منها عزم الازدواج هيساوي 2.4 نيوتن متر، نيوتن في متر. ثانيا، عندما يكون مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال فإن عزم الازدواج يساوي 0. السؤال الخامس، أعلل لما يأتي. سرعة سريان الدم في الشعيرات الدموية أقل من سرعته في الشريان الرئيسي رغم أن نصف قطر الشعيرات الدموية أقل بكثير جدا من نصف قطر الشريان الرئيسي، وذلك لأن مجموع مساحة الشعيرات الدموية مجتمعة أكبر من مساحة الشريان الرئيسي. 2، وجود مرآة عاكسة أخرى عاكسة وأخرى شبه منفذة عند نهايتي أنبوبة ليزر الهيليوم نيون، لأن المرأتان تعملان على إعادة الفوتونات المتولدة تلقائيا إلى داخل الأنبوبة، ولا تستطيع الخروج إلا بعد تضاعف عدد الفوتونات عدة مرات حتى تصل شدة الإشعاع داخل الأنبوبة إلى حد معين، أو وجود المرأتان يعمل على تضخيم الشعاع. رقم 3، تستخدم قارورة ديور في حفظ الغازات المسالة، وذلك لقدرتها على تقليل الفقد الحراري، حيث تصنع من جدار مزدوج لتقليل فقد الحرارة بطريقة التوصيل، والمسافة بين الجدارين مفرغة من الهواء لمنع انتقال الحرارة بالحمل، والجدارين الداخلي والخارجي مغطى بالفضة لمنع انتقال الحرارة بطريقة الإشعاع، أو لقدرتها على تقليل الفقد الحراري بالحمل والتوصيل والإشعاع. 4، الوزن الظاهري لجسم معلق في سائل يساوي 0. عندما يتعلق جسم في سائل تكون قوة الدفع تساوي وزن الجسم، حيث أن الوزن الظاهري يساوي وزن الجسم سالب قوة الدفع، إذن الوزن الظاهري يساوي 0. ب، اكتب وحدة مكافئة لكل مما يأتي مع ذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بها، النيوتن متر دي اللي هو الباسكال أو الجول لعلم التربيع أو كيلو جرام متر سالب 1 ثاني سالب 2، ويستخدم لقياس الضغط، الفولت ثاني أمبير، فولت ثاني على أمبير اللي هو الأوم ثاني أو الهنري، ويستخدم لقياس معامل الحس الذاتي أو المتبادل. 2، الشكل المقابل يبين وصلة ثنائية متصلة على التوالي بمصباح يعمل على جهد مستمر، أكمل الدائرة الكهربية حتى يضاء المصباح. حتى يضاء المصباح يجب أن يكون التوصيل أمامي بحيث يكون توصيل بوزيتيف البي مع الموجب، والنيجاتيف اللي هو السالب مع السالب، توصيل أمامي. مسألة، تيار كهربي شدته 4 أمبير يمر في ملف حس عاد لفاته 800 لفة لينتج فيضا مغناطيسيا مقداره 2×10^4 ويبر، فإذا تلاشى التيار في 8/100 ثانية احسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف.
أنا عندي قوة دفع كهربية مستحثة في الملف اللي هي ام اف هتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. يبقى سالب ان اللي هو 800 والتغير فاي ام هتساوي 2 × 10^4 ودلتا تي 8 من مين. إذا قوة الدفع الكهربية هتساوي سالب 2 فولت. معامل الحس الذاتي للملف، معامل الحس الذاتي للملف اللي هو ال هتساوي اي ام اف دلتا تي على دلتا اي. عوض ال اللي هي هتساوي الاي ام اف اللي هي ب2 في دلتا تي اللي هي 8 من ميم على دلتا اي اللي هو ب4 امبير، يبقى هتساوي 4 من 100 هنري. ما هي القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه تيار المستحث في الملف؟ القاعدة المستخدمة هي قاعدة لينز. السؤال السادس، ما هو التفسير العلمي لكل مما يأتي؟ مضاعفة نسب قطر سلك من النحاس يؤدي إلى نقصان مقاومة الكهربية إلى الربع، وذلك لأن المقاومة الكهربية تتناسب عكسيا مع مربع نصف القطر R تتناسب مع 1/R تربيع، أو أن R تتناسب مع 1/A، أو R هتساوي رو ال على ايه. 2، استخدام الأوميتر للتأكد من سلامة الوصلة الثنائية. باستخدام الأوميتر نجد أنه يعطي مع الوصلة مقاومة صغيرة جدا في الاتجاه الأمامي ومقاومة عالية جدا في الاتجاه العكسي. 3، قابلية الغازات للانضغاط. الغازات قابلة للانضغاط بسبب كبر المسافة بين الجزيئات وبعضها البعض. 4، الانبعاث المستحث. عندما يسقط فوتون طاقته E2 سالب E1 على ذرة مسارة بالفعل وموجودة في مستوى اليسارة E2 قبل انتهاء فترة العمر، فإن هذا الفوتون يدفع الذرة إلى أن تشع طاقة إثارتها على شكل فوتون آخر له نفس تردد واتجاه وطور الفوتون الساقط، فيولد شعاع قوي بالغ الشدة. أو الرسم فقط للبيانات. ب، أكمل جدول التحقق الآتي للدائرة الموضحة بالرسم. أنا عندي دائرة الأند لازم يكون داخلها هم 2، لازم يعني هم 2 يكونوا يا وحايد عشان يا يطلع 1. دائرة النقط أدي لها 1 تديني 0، أدي لها 0 تديني 1. دائرة الأور أي واحدة فيهم 1 يبقى الناتج يطلع يا 1. طيب لو نبتدي بالأول، يا لو كان A و B أصفار، نبتدي أول واحدة يا ما يقول لي يا ده 0 وده 0، يبقى ده يخش لها يا هيخش لها يا 0 من هنا، ودي جاي لها يا 0 يخش على النط يبقى 1، يبقى 1 يبقى دي 1، يبقى الناتج كام؟ 0. طيب ودي داخل لها 0 من هنا، داخل لها 0 من A، ودي هيخش عليه يبقى يا 0، لا هو 0 يبقى يا 1، عكس عشان النط، يبقى 0. طيب 0 و0 يبقى الناتج يا 0، ده في الحالة يا الأولانية. في الحالة الأولانية. طيب
ده في الحلايا الأولانية. طيب في الحالة التانية الاي بواحد والبي بصفر. طيب دي هنا هيخش لها واحد، ودي هيخش لها كام؟ صفر. يخش هنا يتعكس تبقى دي واحد، واحد واحد تبقى دي واحد. طيب وده دي جاي لها من البي صفر، وجاي لها من الايه الواحد، هتعكس يبقى صفر. يبقى دي هنا يا صفر، هما اتنين زي بعضيهم. طب هنا الاور داخل لها هنا واحد، وهنا داخل لها يا صفر، يبقى الناتج يا واحد. يبقى قلنا اول واحد طلعت يا اصفار، تاني واحد طلعت يا واحد. طيب الحالة التانية، الحالة التانية لما يكون الاي بصفر، الاي بصفر، الاي بصفر، والبي بكام؟ والبي بواحد. يبقى هنا يا هيجي واحد، ودي هيجي لها يا هنا صفر، يخش يبقى يا واحد، واحد واحد يبقى يا واحد. وهنا هنعكس، هنا صفر وهنا جاي صفر، هيتعكس يبقى يا الواحد يبقى صفر، يبقى صفر الناتج يبقى صفر، يبقى الناتج هنا يا واحد. يبقى قلنا الناتج هنا صفر، هنا واحد، وهنا يا واحد. طيب لو كان هما اتنين وحايد، هنا لو دخل لها دي واحد ودخل لها دي واحد، هنا يخش يبقى واحد، وهنا الصفر الواحد هيتعكس يبقى صفر، وهنا الواحد يبقى واحد، يجي واحد من فوق يخش على النقطة يتعكس يبقى صفر. طيب الآن هما اتنين لازم يكونوا زي بعض، يبقى الناتج صفر، وهنا هنا واحد وهنا صفر، يبقى يا صفر، صفر وصفر، يبقى الناتج هنا يا صفر. أذكر دون رسم شرح الصعوبات التي صادفت راذر فورد في تصويره لبناء الذري. الصعوبات التي واجهت راذر فورد: أولا استقرار البناء الذري، ثانيا الأطوال الموجية المحددة لأطياف العناصر. يمثل الجدول الآتي القيم اللحظية لتيار متردد جيبي ناشئ عن دوران ملف الدينامو خلال نصف دورة. قيم الآي مع الزمن 0 مع 0، 3.6 مع نصف، 6 مع الواحد، 8.3 مع واحد ونصف، 10 بعد سنتين، 12 بعد 3 ثواني، 10 بعد 4 ثواني، 6 مع 5 ثواني، 3.6 مع 5 ثواني ونصف، 0 مع 6. ارسم العلاقة البينية بحيث يكون الزمن على المحور الأفقي، محور السينات، وشدة التيار على المحور الرأسي، محور الصدى. أنا عندي القيم بتاعة الزمن من 0 لغاية 6، ممكن أخدها يا أنصاص. طيب والقيم بتاعت ال بتاعت شد التيار عندي من 0 ل 12، ممكن اخدها يا واحد. ومن الرسم احسب الزمن الدوري والتردد والقيمة الفعالة لشدة التيار المتردد. يبقى انا هعوض عن القيم عند 0 بصفر، وعند ستة، عند نص زمن بعد نص ثانية كان شدة التيار، بعد نص ثانية كان شدة 3.6، حط علامة، بعد دقيقة كانوا كان بستة،
بعد 1.5 بـ8، فين الـ8 و3 من 10، 3 شرط تطبق الـ8، وهكذا باقية القيم. بعد كده راح نوصل باليد، أوصل باليد. الزمن الدوري يساوي 12 ملي ثانية. عرفت منين؟ لأنه أنا عندي نص دورة، وزمن نص دورة 6 ملي ثانية. نص دورة يبقى الزمن الدوري يساوي ضعفه، يبقى 12 ملي ثانية. طيب التردد، التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 12 في 10 أس سالب 3، عشان أحول من الملي للثانية. طلعت بـ83.3 هرتز. القيمة الفعالة لشدة التيار اللي هي تساوي I effective تساوي I max في 707 من 100، يعني أقصى قيمة للتيار اللي هي 12، يبقى 12 في 707 من 1000 هتساوي 848 من 100 أمبير. وبكده يكون انتهينا من إجابة امتحان مصر 2009.